تعيشها الجزائر والبلدان الأخرى جراء الأزمة العالمية هذه. فيما يخص المكاسب معالي الوزير، هل الأزمة ما تأثرش مستقبلا مكاسب؟ لا شوف، هي الأزمة رايحين رانا نعيش فيها، ولكن لحد الآن اون ريزيست، رانا يعني كاين فيه يعني مقاومة من طرف السلطات الجزائرية، وهذا بفضل كما قلت لك تنويع الاستثمار اللي ما راناش معولين غير على البترول، ولكن نشجعوا. ولو كانت مادام راكم صحفيين وصحفيات، لو كانت تشوفوا الجرائد نتاعكم بصفة عامة كل صباح تلقى في كل ولاية في 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 عدة ولايات، قال ولاية تمشنت مثلا راهي خلقت 9000 واش منصب شغل، ولاية البويرة 10000 ولا 15000، تيزي وزوت، دونك يوميا راكين فيه مناصب شغل راهي تفتح، وكاين مجهود كبير راه قايمه به الدوله والقطاع الاقتصادي بصفه عامه اللي يسمح باش يعني نسبه البطاله ما تزيدش ترتفع، وحنا نتمنى ان شاء الله باش تزيد تنخفض. ولكن حكمنا غير مثلا قطاعين مهمين جدا، ولكن مع الاسف مع الاسف مع الاسف الشباب ما يروح لهمش هو الفلاحه. كاين 800,000 بوست دو ترافاي اللي راهم اوفير في لاغريكولتور اي كي سون با بورفي، اللي ما راهمش مغطين في الباتيمون تانيك الاشغال العموميه والبناء والاشغال العموميه. كاين حوالي 300,000 ولا 400,000 منصب شغل اللي راهي تنتظر الشباب باش يجيو يخدموا، ولكن هما يحبوا السهوله، يبغي يمشي للقطاعات اللي ما يديرش مجهود كبير. وهذا نظن باللي الشباب تاعنا لازم يفكر مع نفسه باللي المستقبل تاعو راهو بين يديه. تفضل. حمزه البكري قناه الشروق اليوم. في خلال الاجراءات التي تاخذها الحكومه في سياسه التقشف ادى الى غلق بعض المؤسسات الخاصه وتسريب عمال، كيف تعاملت وزاره العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في هذا الملف مؤسسات خاصه؟ السؤال الثاني فيما يخص اضراب النقابات، اليوم تتواصل النقابات العماليه الاضراب 24-25 من الشهر الحالي، وهناك تهديد بتصعيد شرل كل القطاعات خلال 31 اكتوبر. ما هي ربما الاجراء خاصه الاضراب هذا ياتي على ظل مشروع قانون متعلق بالتقاعد، ما هي الاجراءات التي اتخذها الوزاره؟ هل هناك فتح باب حوار مجددا حول هذا المشروع؟ اذا كان في هذه النقطه بدات التوضيح سيدي الوزير، شكرا. نجاوبك على هذه النقطة بالخصوص. هو راه يعني هذا الحدث راه حدث الساعة، وين كاين حنا كنا كحكومة قدمنا الملف، والملف راه مشروع القانون راه على مستوى المجلس الشعبي الوطني اللي راه يدرس فيه على مستوى اللجنة المختصة لهذا الشأن هذا. حنا طبعا هما النقابات اللي هي متخصصة، النقابات المختصة في قطاعات ما سواء التربية ولا الصحة ولا غير ذلك، يقولوا باللي لازم نشارك في هذا الأمر هذا. ما شفت في الدستور، عمرني واش قريت في الدستور سواء القديم ولا الجديد، وين يقول لك باللي لازم الحكومة قبل لا تبلغ مشروع قانون للمجلس الشعبي الوطني تطرحه على النقابات. هذه غير دستورية غير موجودة. هما يقول لك بلي ما كانش اتصال، العكس صحيح، وانتم كاش شهود كصحفيين على بالكم بلي مثلا قطاع التربية السيدة الوزيرة تاع التربية الوطنية تلاقات مع النقابات التابعة للقطاع عدة مرات، السيد وزير الصحة كذلك تكلم مع النقابات التابعة للصحة، وكاين كل قطاع وين تلاقى مع النقابات اللي تابعة للقطاع نتاعو وكاين في حوار، ولكن هما عارفين ويقول لك بقاو الان يتردوا على امور نتاع الديتاي، يقول لك ما شاركوناش. وانا نقول باللي الدوله الحكومه شاركتهم على عن طريق القطاعات نتاعهم. اللي المواطن انا نظن اللي يهمني هو المواطن، لان النقابه راه في الدور تاعها باش تقوم بالدور تاعها، سواء انا الدور ماشي انا اللي نحكم عليه، ولكن
ماشي انا اللي نحكم على الدور تاعهم، ولكن هما اللي راهم مسؤولين كنقابيين. والدليل على هذا اللي يقول لك ما كانش حوار، لو كان ما كانش عندنا نيه تاع الدوله باش يكونوا تعدديه في النقابات ما كناش نعطيوهم الاعتماد. وباش تعرفوا كاين اكثر من 65 نقابه نتاع عمال اللي راهي مسجله على مستوى الوزاره نتاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كيون لاغريمون باش يعملوا، وجامي منعناهم باش يقوموا بالعمل تاعهم وراهم يمارسوا فيه، وكل واحد مسؤول على تصرفاته. معناتها قانون التقاعد لا رجعه فيه. قانون التقاعد قلت راه كاين، تكلمت على الدستور ما ينصش باللي لازم كل مشروع قانون نعطيوه للقطاعات يناقشوه قبل لا نعطيوه. ولاش لاش مدير المجلس الشعبي الوطني اللي هو يمثل الشعب الجزائري على المستوى الوطني باش يستلم مشاريع قوانين الحكومه، وهذه والمجلس عن طريق اللجان تاعو الان راه باغ اكزومبل على مستوى المجلس الشعبي الوطني راه اللجنه الاقتصاديه راهي تناقش في مشروع الميزانيه نتاع 2017. دونك سي تري امبورطون الامور هذه باش كل واحد يعرف الدور تاعو، ما يبقاش فيه تغليط تاع الراي العام، باسكو الان كاين فيه تغليط تاع الراي العام. معالي الوزير عبد الحكيم السابع جريده النصر. معالي الوزير نعاود نرجعوا دائما من المشروع القانوني المتعلق بنظام التقاعد. يعني انتم قلتم انه النقاش يعني قد دار على مستوى مختلف القطاعات حول يعني مشروع هذا القانون او غيره من القوانين، ولكن بما انتم يعني بصفتكم الوصايه اللي تمنح التراخيص للنقابات، لماذا في اعتقادي لماذا لا يعني تقومون باجراء التهنئه يعني جمع هذه النقابات اللي رايه ربما تستعرض اليوم في ميزان قوه، لماذا ما تستدعيوهاش الى جلسه حوار تفهموها في الحقيقه الاقتصاديه اللي استدعت باش نروحوا لمشروع هذا القانون؟ سؤالي الثاني معالي الوزير اذا سمحتم حول العماله الافريقيه. الان نحن نتحدث عن نسبه بطاله 9 فاصل، ولكن في المقابل نشوف مجموعه من القطاعات، نشوف الفلاحه، نشوف قطاع البناء والسكن على وجه الخصوص، يعني راهو الجاء الى عماله اجنبيه، نشوفوا العمل الافريقيه موجوده بقوه في حين الشباب يعني راهو يدور في الشوارع. ما هي الاسباب، ما هي الدواعي التي جعلتنا نلجا الى العماله الاجنبيه؟ شكرا لكم. انا قلت في مخص العماله هذه الاجنبيه، أني قلت لكم كاين قطاعات وذكرت الفلاحة 800,000 منصب شغل اللي راهو مقترح من طرف القطاع تاع الفلاحة، وحوالي 400,000 منصب شغل في القطاع الأشغال العمومية والبناء اللي هو المجموع 1,200,000 بوست دومبلوا اللي ما لقاوش العمالة. دونك هذه ماهيش قضية نتاع الدولة، ولكن قضية نتاع الشباب ما يحبش يتجه تجاه القطاعات هذه. فيما يخص النقطة نتاع النقابات كان فيه ديما حوار وتواصل، والدليل على هذا الآخر نتكلموا على التربية مثلا، عندها أسبوع ونص كانت السيدة زميلة وزير التربية الوطنية تلاقات مع النقابات التابعة للقطاع نتاعها مع ممثلين تاعي على مستوى اعلى درجه في المدير لو دي جي اس اس لو ديريكتور تاع لا سي ان ار لانسبكتور جينيرال دو ترافاي. دونك الاطارات الساميه تابعه للقطاع اجتمعت معهم وعطاتهم التوضيحات. هما طلبوا هذه النقابات طلبوا قال احنا نفضلوا يكون الوزير كذلك يحضر شخصيا، يعني محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يحضر. كلمتني زميلتي السيده بن غبريت قالت لي ها واش نطلبوا، قلت لها داكور نجي عندكم، ورحت لتما ولكن يا في لا شيز فيد هما كيش باسكو زون باري بلي ما نروحش، قالوا دوك الوزير ما يجيش وما يتحاورش معنا. بالعكس رحنا لهم مع الطاقم تاعي والطاقم تاع التربيه وهما ما جاوش، وكانوا على علم ودرايه وما جاوش. دونك هذه سوء النيه وين موجوده، عند الحكومه ولا عندهم هما؟ الجواب نتركه لكم ليكم. فيه كذلك نقطة أخرى، راكم صحفيين وتتبعوا سواء في التلفزيون ولا لا راديو ولا لا بريس كريت، اكتيالمون كاين فيه ندوات اللي راها تنعقد على مستوى هذه لي بلاطو التلفزيون مختلف بمختلف آرائها وانتماءاتها الإيديولوجية،
وين رحنا حاضرين بقوة ممثلين تاع القطاع على مستوى أعلى درجة في المسؤولية راهم يشاركوا. الدليل على هذا أن البارح كانت نيميسيون ولا اليوم تفوت نيميسيون في, في, في النهار وين كان شارك لو ديريكتور جينيرال دو لا سيكوريتي سوسيال لو ديريكتور جينيرال دو فاكاسيون سيسي بريزون اي دوتر بارتنير نتاع النقابات من كنابس نظن ونقابات يعني قطاعية ولي جي تي ا كذلك شاركت اليوم كذلك فيه كاين فيه مشاركه نتاع انتاب الروند دائما لهذا الموضوع هذا وكاين فيه ممثلين نتاع الاحزاب اللي راهم في البرلمان كذلك يشاركوا اللي هما في المعارضه دونك كل شيء الابواب الحوار مفتوحه ونتاع لي زيكسبليكاسيون ولكن هما يحبوا يسيسوا الامر امر سياسوي اكثر ما هو يكون يهدف الى الصالح العام. وهذا التقاعد هذا اللي رانا نتكلموا عليه قال المكتسبات تاع 97 هذه ما هي لا مكتسب لا والو. شكون اللي ملاها علينا؟ ملاها علينا لو اف ام اي انذاك في 97 قال باللي الجزائر لازم تسرح العمال وما تعاودش تدخل عمال اخرين في بلايصهم، لازم تغلق المصانع ويافي لي كونديسيوناليتي تاع الاف ام اي في ذاك الوقت كانت جد ورضعيه على الجزائر. الان خرجنا من هذا الاخرين وحاولنا نرجعوا الاجراءات اللي معمول بها دوليا اللي هو سن التقاعد وكان موجود في الجزائر في 83 سن التقاعد 60 سنه للرجال و65 55 سنه للمراه. دونك قلنا نرجعوا للشيء المعمول به مع نزيد اذا كان قارنا مع بلدان اخرى واش كاين نتكلموا على لي بيي اوروبيان اللي راهم يعني متقدمين علينا يفول ريكونيت يعني اقتصاديا متقدمين علينا. اللي لاج دو روتريت في المان سي 67 سنه، لاج تاع ديبار لا روتريت في فرنسا 62 63، في اسبانيا 63، في ايطاليا 63 اكسترا، البلدان المجاوره تاع المغرب العربي 62 63. وحنا يقول لك لا نمشي لا روتريت 45 تتخلصوا بالسالير تاعك لي كوتيزاسيون كتيفاس راه يخلص من دراهمك ودراهمها ودراهمي اكسترا راه يخلص باش يقعد 45 يمشي. واش يدير كانوا في التعليم مثلا يمشي لمدارس خاصه يقري دونك يدي لا روتريت ويروح لمدارس خاصه باش يقري بلا ما يديكلاريوه لا سيكوريتي سوسيال ولا لي زامبو. يمشي يفتح كراج ويقري ولادكم بثمن باهظ وفي كراج يقري الاولاد يعني عيب وعار باش ولادنا يقراو في الكراجات. هذه كذلك من ناحيه. من ناحيه اخرى اذا كان تلقى يدي منصب شغل يدي لا ريتريت ويدي منصب شغل واحد اخر سي انجست. احنا قلنا الجزائريين متساويين في الحقوق وفي الواجبات ما لازمش نفضلوا واحد على واحد. الفتره هذه تاع 97 وين كان الاف ام اي ملا علينا نقول ملا علينا انوزا ديكتي دونك انوزا براتيكمون كوموندي باش ناخذوا الاجراءات تاع تسريح العمال دون ان نلجا الى عاود لو ريكروتمون تاعهم باش غلقنا مؤسسات اقتصاديه اللي مازلنا نعانيو من الويلات نتاعهم. الان نظن المصلحه الوطنيه راهي معروفه دونك مي سون مال فينو دو فولوار نو دوني دي لوسون الوغ كو او مام يعني يتحايلوا مع القانون. ونزيد لكم زياده اخرى وهذه نطلب من الصحافه تفكر غير نتوما سان كالكول كو فات. واحد اللي يقبل روح لا روتريت مسبقا افيك 50% دو سالير تاعو تنقص له 50% ويقبل يمشي يسمح في 50% صافي دير عنده مداخل راه تستناه من جهه اخرى اللي هي مداخل غير شرعيه والحديث قياس. وشكرا. احمد رشدي قناه النهار. مع الوزير عندي ثلاث اسئله. السؤال الاول بخصوص التقاعد المسبق، كاين غموض في المفهوم حتى ان المواطنين ولا الموظفين صار لهم يعني غموض ما فهموش المفهوم ربما لغياب الاتصال بين الوزاره والمواطن. سؤال ثاني مع الوزير بخصوص تجميد المشاريع في اطار سياسه التقشف وتسريح العمال، هذو العمال المسرحين كيف يعني ستتعاملون معهم ولا كيف نتعامل مع هذه المعضله؟ السؤال الثالث مع الوزير بخصوص العمال الاجانب في الجزائر والذين يتقاضون اجورا ضخمه بالعمله الصعبه حيث يقومون ب يعني اخراج ولا تحويل مبالغ ماليه ضخمه حوالي
ممكن 95% من أجورهم نحو الخارج. يعني كيف تتعامل الوزارة مع هذا الأمر؟ وشكرا. أولا نجاوبك على السؤال الأخير، الترانسفير نتاع لا ماس فينونسيير اللي عن جراء المشاريع اللي راهم يتنجزوا في الجزائر مع يد مع مؤسسات اجنبيه، سي دي ترانسفير ريغلومونتي اللي ما يفوتوش. الان رحنا قلنا على مستوى الحكومه ما يفوتوش 25%، كانت قبل 35%، لكن رانا نقلص من هذا التو دو ترانسفير pour ce moment donc ce n'est pas 95% comme vous dites. هذه باش الواحد يعرفها. الان الحكومه راه تناقش وتتحاور مع المؤسسات الاجنبيه باش يكون التو ترانسفير موان دو 25%. فيما يخص المؤسسات اللي تقول غرق الخل، حنا كاين دابور ما كاينش مؤسسات كثيره اللي غلقت الاخرين، ولكن سي دي شوم دي شوم دي فوا سيرتان باسكو ما خلصوش العمال، اللي ميتو شوماج تكنيك و سي بري اون شارج بار دي انستيتيسيون دو ليتا سوا لا كاكوبات ولا لا كناك، اللي هما يعوضوا هاد العمال كي سون شوماج تكنيك لظروف اقتصاديه باش نعوضوا لهم السالير تاعهم. ولكن ما راش كونوا هانين، يا با فول اون ماتير دو ديسوليسيون ولا دو فيرميتور دونتربريز، كاين الاقليه اللي راهي تدير. السؤال الثالث واش هو؟ والله واش رانا نديروا اليوم معاكم انتم؟ رانا في اتصال ودرناها قبل ودرناها قبل ودرناها مسبقا. والمواطن في الحقيقه كاين كي تعطيه المعلومه ويكون المواطن الحمد لله راهو ناضج وعلى باله المصالح تاعو. مؤخرا غير الصبيحه هذه وانتم اعلاميين تقدروا تفيريفيوها، كاين اللي كانوا رايحين يوضعوا الملفات في التقاعد عاود تراجعوا، كاين تراجعوا في مواطنين كثير اللي كانوا رايحين يوضعوا الملفات تاعهم التقاعد المسبق عاود تراجعوا، قال لك لا خلينا نشوف باسكو يا دو لا ديزانفورماسيون. ولا ديزانفورماسيون اللي فيكولي بار دي جون اللي عندهم اغراض غير الاغراض تاع مصلحه الشعب الجزائري. وشكرا. وي نادي السلطاني التلفزيون الجزائري، معالي الوزير لاحظنا في السنوات الاخيره ان المواطن ما عادش يشتكي بزاف عندما يذهب الى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي، مثلا عندنا كاسنوس. كيفاش تقيموا المؤشرات الماليه اللي جات اللي تمدها لنا كاسنوس مؤخرا، خاصه مع انها يعني راهي تستخدم التكنولوجيات الحديثه في التعامل مع المواطن؟ هو في الحقيقه هذا بيت القصيد نتاعنا على مستوى القطاع وعلى مستوى الحكومه بصفه عامه باش نعصر الجهاز الخدمة العمومية سواء على مستوى القطاع التابع لنا ولا قطاع تابع لقطاعات أخرى كالداخلية، التعليم، التربية، الصحة إلى غير ذلك. وهذا هذه العصرانة سمحت لنا باش أون ميتريز ميو الجهاز تسير في القطاعات المختلفة. وعلى هذا الشأن هذا كاين فيه إجراءات اللي خدتها الدولة وكنا ذكرناها، نتكلم على القطاع نتاعنا، وهو لا لوا دو فينونس كومبليمونتير 2015 دونك القانون التكميلي تاع القانون المالي تاع 2015 اللي سمح لنا ورخص لنا باش نسهلوا الامور اللي راهم ماراهمش كي سون با جور افيك لي كوتيزاسيون تاعهم سواء في لاكاسنوس ولا في لاكناس. وسقطنا لهم لا بيناليتي، سقطنا لهم لا بيناليتي، درنا لهم عاود اعاده الجدوله باش يخلصوا يسدوا الديون تاعهم بالتسهيلات. وهذا خلى ان كاين مئات الالاف تاع العمال اللي راهم يعني استفدوا من هذه الاجراءات. قبيلات كان الدكتور عاشق يتكلم على مستوى الكاسنوس لو تو دو 70% بارابور افون هذا القانون نتاع القانون التكميلي. دونك كل الاجراءات هذه سمحت باش المواطن لقى راحته ولقى التسهيلات من طرف القطاع نتاعنا ولهذا يتوفر. ونزيد نذكرهم باللي باقي لهم شهرين اللي ما راهمش اون راجل مع لاكاسنوس ولا مع لاكناس باش يعاودوا يقربوا بالادارات هذه تاع الكاسنوس والكناس باش يكونوا كمثال تاع لاكناس. كاين عمال
وانتم راكم صحفيين وتقدروا تبحثوا وتشوفوا كاين عمال اللي راهم يخدموا عند خواص الخاص هذاك باش يديكلاريهم يقول لهم ما نديكلاريش بصح نزيد لك 200,000 بيني وبينك. العامل هذاك تعجبو ديك 200,000 سور لو شون بصح ني با سيوري سوسيال غدوه كي يكبر ويمرض ولا العائله نتاعو تمرض يلقى روحو ما عندوش لا كارت شيفا وما عندوش ما يستافدش من المزايا نتاع الضمان الاجتماعي الجزائري اللي هو ضمان واسع ويستن سيستم جينيرو تاعنا على مستوانا. فريدة حمدي من قناة زاير تي في وزاير نيوز. معالي الوزير احنا حبينا بلغة الأرقام قلتوا لنا 70% حبينا نعرفوا يعني القيمة المالية اللي تمثلها. وسؤالي الثاني ماذا ينتظر الأشخاص اللي ما استجابوش يعني لهذه العملية ابتداء من 2 جانفي وشاو يستنى الأشخاص اللي ما دفعوش الاشتراكات؟ يستناهم تطبيق القانون درنا لهم تسهيلات بوندون اون اني دمي باش يستافدوا من التسهيلات اللي درناها. اللي ما حبش يديرها وعنده مازال باقي له شهرين نعاودوا نطبقوا عليه القانون صادر لي بيناليتي دو روتار لو ديبو دو بلانت لي ميزور كويرسيتيف اللي موجوده في القانون هذا ما نديروا لهم. طيب شنو القيمه الماليه؟ القيمه الماليه بعد نعطيها لك المدير العام ونشوف معاه. تفضلي انت يا التالي الاخرى. ما سمعت لك شيء؟ خلال العروسي الخبر سيد الوزير كنتم قد أعلنتم أن قائمة المهن الشاقة اللي راح يستفيد أصحابها بتقاعد نسبي راح يتم الإعلان عنها عن طريق مراسم تنفيذية. هناك لجنة تقنية مشتركة على مستوى المركزية النقابية راح يتحط في قائمة هذه المهن. سيد الوزير ألا تخشون أن حتى قائمة هذه المهن الشاقة راح تحدث ثورة وانتفاضة في وسط العمال؟ لأنه دوكا نشوفوا بلي كل عامل راه يعتبر نفسه عنده الحق باش يخرج في التقاعد النسبي. شو احنا الشيء اللي طفي طفي احنا في الامر هذا كاين اولا اللي يهمنا دابور المصادقه على القانون تصويت القانون تاع التقاعد ونفتح قوس هذا لكل الصحفيين باش تكونوا راهم في التصريحات نتاعهم النقابات اللي يتكلموا على هذا الامر هذا يقول لك الكود دي ترافاي لو كود دي ترافاي ني با لور دي جور هما راهم يستعملوا التغليط الراي العام يقول لك بلي الكود دي ترافاي روفيونس الكود دي ترافاي مازال ما تفحصناش ومازال ما درسناش وعندما ندرسوه رايحين الشركاء الاجتماعيين نعطيو لهم نسخه من المشروع نتاعنا يتريوها باش بور لونريشير ومن بعد نفوتوا على مستوى الثلاثيه وبعد الثلاثيه نفوتوا على مستوى مجلس الحكومه ومن بعد مجلس الحكومه على مجلس الوزراء ثم نقدموه للبرلمان. هاد المراحل مازال ما راهش كاينه وشوف كيفاش تغليط الراي العام وين راهم احزاب سياسيه ونقابات يقول لك باللي نو كود كود دي ترافاي مازال ما درجناش دونك كيفاش حاجه اللي ما درجناهاش نحتجوا عليها. هذا يبين لكم النوايا نتاع بعض السياسيين وبعض النقابيين اللي يحاولوا يغلطوا الراي العام. دونك هذا توضيح كان بودي باش نذكروا باش المواطن يعرف باللي الشيء كاع اللي خلاص ما نطلوش. دونك فيما يخص لي ميتي اوت بينيبيليتي لي ميتي اوت بينيبيليتي دابور نحصيوهم ونديروهم بعد المصادقه على القانون. مادام ما كاينش قانون كيفاش يكونوا مراسم تطبيقيه؟ لازم نصوتوا على القانون دابور تاع التقاعد ومن بعد يكون فيه المراسم التطبيقيه. واش قلنا يكونوا فيه دي سبيسياليست في لا ميديسين دو ترافاي في لا ميديسين ولا دوتر كور دي ميتي اللي يعطيو لا توبوغرافي جينيرال تاع كيل سون لي ميتي بينيبل ولا او ريسك. لو كان نجي نقول لك ميتي او ريسك كل ميتي او ريسك كل ميتي يقول انا الميتي تاع او ريسك تمشى دير اكسيدون سي با ريسك. دونك ما لازمش نبالغوا في هذا الامر هذا وين كل واحد يلقى روحه يقول لك انا جو سوي ميتي بينيبل. دونك ميم انت اللي راكي صحفيه
وراكي قاعده معنا وديبلاسي وتمشي لا ريداكسيون تاعك، قال اميتي بيني بلانا تينك. نو يعني باش نقول لكم رانا نصرحوا بعضنا بعض بكل صراحه بدون ديماغوجيا، عندما نوصلوا لهذيك المرحله ندرسوها. شكرا. فريد بلون الناس قناه تاو الاخيره من بعد سي تيرميني خلاص. مع الوزير تحدثتم كثيرا عن استحداث مناصب شغل. مناصب شغل يعني هل تعتقد ان 1.5 مليون او 2 ملايين او 3 ملايين هي كافيه لرب اسره ان يعيش حياه مرتاح؟ هذا اول شيء. ثاني شيء، هناك كثير من الخبراء الاقتصاديون قالوا بلي يجب اعاده النظر في هذه التحويلات الاجتماعيه، يعني الناس اللي تخلص اكثر من 10 ملايين او 12 مليون لا تستفيد كثيرا من هذه التحويلات، بينما تحول للناس اللي تستاهلها، الناس اللي عندها تدي 2 ملايين او 3 ملايين في الشهر. شكرا. هو في الامر هذا كاين كما قلت لكم ديما ونقولها وكل الحكومه راه تذكر بها في هذا الامر هذا، ان الجزائر قررت باش وبتراضي مع كل طبقات العامله والفئات العماليه ولا النقابيه ولا السياسيه، كنا متفقين pour ne pas remettre en cause les acquis sociaux. دونك من هذا المنطلق هذا كاين السياسه اللي راها تجريها الدوله وين كاين فيه التحويلات الاجتماعيه هذه راه تساوي تقريبا 35% من الميزانيه. دونك بور لو مومون هاد سواء في السكن في التربيه في الصحه الى غير ذلك، اون با رومي اون كوز في لا سوليداريتي، اون با رومي اون كوز كاع هاد المكتسبات الاجتماعيه اللي راهي باش تسمح للمواطن الجزائري مهما كانت صنفه وضعيته الاقتصاديه والماليه يقدر يعني يعيش على حسابه. واحد اللي يخلص انت قلت 10 ملايين ماشي كيما واحد اللي يخلص مليونين. اللي يخلص مليونين راه يسير سنتور في بعض لي ديبونس تاعو تاع العائله، واللي يقدر تسمح للمواطن الاخر يديرها. مثلا اذا كان كمثال اذا كان موالف يشري 2 دسار يولي ياكل 1 دسار، سي نورمال هذا. دونك بارك الله فيكم وشكرا.